أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في كل مكان. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن الموت المفاجئ. بس قبل ما أبدأ حلقة النهاردة، أحب أرحب بزمايلي. أهلا بك يا اهلا ضحى. بك يا سهام. أهلا بك يا قوت. اهلا بك يا سهام. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن الموت المفاجئ عند الشباب والأسباب اللي بتؤدي للموت المفاجئ. دلوقتي من الأسباب دي الجلطات، فدلوقتي هنتكلم وهنعرف ايه هي المخاطر اللي بتسببها الجلطات. اتفضلي يا اول حاجه، الجلطات دي هي تجمع دموي، ممكن يكون في القلب وممكن يكون في المخ. الجلطات دي يعني اعراضها بتظهر كتير جدا، منها صداع مستمر، دوخه، هذيان، ارتفاع في ضغط الدم. كمان الضغوطات والعصبيه بتسبب، ممكن ارتفاع في ضغط الدم جدا، وبتعمل اسباب للجلطات دي. ممكن نعرف الاسباب الاكتر كمان، وبرضو تناول المكملات الغذائية بدون سبب، على عماله البطال مثلا أشوف حد عجبني شعره أسألها أقول لها أنت بتاخدي إيه، تقول لي مثلا المكمل الفلاني، أو مثلا واحد يكون جسمه رياضي بيسأله بيقول له لا ده أنا باخد المكمل الفلاني بيساعدني في زيادة أدائي ونشاط. وكمان من الأعراض بتاعت الجلطة تخدير في الكتف في الأكتاف، صداع، دوخة، إغماء، غثيان. بس الأعراض دي بتتعدد وبتتنوع وبتختلف من شخص لآخر، وكمان بتختلف في الشخص ذات نفسه، خصوصي لو كان الشخص ده تعرض لجلطة سابقة. وكمان الكشف الطبي بيساعد على التعرف على الجلطة قبل ما تحصل، خصوصي لو كان في تاريخ عائلي مرضي للجلطات. ناس كتير بيجي لها الاعراض دي ويتغاضوا عنها، زي مثلا الصداع، حد بيقول لك انا هاخد مسكن، حد بيجي له الام في المعده يقول لك لا ده زي جلطه، ده هم شويه برد وهيروحوا. طب احنا ازاي نقدر نحمي نفسنا من الجلطات دي؟ ان احنا نحمي نفسنا من الجلطات دي ان احنا نمنع، طبعا في عندنا المنشطات اللي الرياضيين، معظم الرياضيين بياخدوا منشطات اثناء التمارين او بيلعبوا العاب رياضيه، فعايزين لياقه بدنيه فبيضطروا ان هم ياخدوا المنشطات دي. فالمنشطات دي من اهم الحاجات اللي بتسبب الجلطات، طبعا بتسبب جلطات في المخ والسكتات القلبيه. وكتير مننا شفنا في الفترة الأخيرة شباب بتموت تحت سن ال35 وتحت سن ال25 سنة، ده بسبب المنشطات والحاجات اللي هم بياخدوها. فبتسبب الامتناع عن التدخين مهم برضو، ان انا ما ينفعش بقى بدخن وبرضو ما اكيد هيجيلي ازمات قلبية وتعب في القلب. ما هو الامتناع عن التدخين واتباع الحمية الغذائية، الاكل الصحي، الخضار، الخضروات. كمان تناول الزنجبيل خصوصي في فترة الصباح بتحمي من الجلطات. وكمان تناول أسماك زي السلمون، السردين، بتبقى غنية بالأوميجا 3 والفاكهة والخضروات كمان غنية بالأوميجا 3 اللي بتساعد على سيلان الدم، فبتمنع الجلطات دي، وخصوصي السبانخ وبذور الكتان. طب في أسباب تانية برضو ممكن تسبب وفاة شخص مفاجئ، منها الأكل الغير صحي. الاكل غير صحي مثلا واحد طالع من الصبح يروح الشغل بتاعه من غير اي فطار خالص، يروح الشغل يطلب تكاوي اي حاجه ما يعرفش مصدرها ايه، ما يعرفش اذا كان نظافه المكان ده كويسه ولا لا، بيطلب اي حاجه وخلاص. مثلا كمان الناس بتاكل شوكولاتات كتير، و ده بيسبب السمنه وبيؤدي لهم لازمات قلبيه، حاجات بيبقى فيها نسبه دهون عاليه جدا، فبتؤدي ان يحصل نسبه كوليسترول في الدم بتعلى جدا فبتعمل جلطات. فبالتالي ان احنا نحمي نفسنا من الجلطات، او نحمي نفسنا ان احنا يجي لنا الامراض دي، ان احنا نبعد عن المنشطات تماما، ما نحاولش ناخد اي منشطات، ما نحاولش ناخد اي عقاقير غير باستشاره الطبيب المعالج، ما نتبعش الاسلوب الهمجي. في بعض الناس بتروح تاخد ادويه اللي هو ده انا تعبانه عندي صداع عندي مش عارفه ايه، لا خدي مضاد حيوي، يتبعوا ياخدوا مضادات حيويه، وطبعا دي بتقلل المناعه. وكمان الهيئه العامه للدواء شؤون الدواء اكدت واثبتت ان المنشطات دي مضره جدا، وزياده الاسراف فيها بيسبب تلف كلوي، بيسبب اكتئاب، ممكن الشخص ينتحر بسببها. واكتر الاشخاص اللي بياخدوها بيكونوا رياضيين علشان يقدروا يتدربوا اكتر ويقووا جسمهم ويقدروا يمارسوا الرياضه بشكل صح. ومش شرط الرياضيين بس، في كمان طلاب الثانويه العامه بياخدوها عشان تزود نسبه الاداء والتركيز عنهم، بس للأسف هي تعمل عندهم لمدة فترة معينة وبعد كده مفعولها هيروح أو هيبدأ
يعوز ان هو يزود الجرعه بتاعتها عشان تعمل نفس النشاط اللي كانت بتعمله عندها، فهيتجه طبعا للادمان عليها، هيضطر ان هو يسرق اهله لو ما لقاش الفلوس المتوفره ان هو يجيبها. ايوه فمش شرط، فمش شرط ان الشخص يتناول المنشطات، ممكن يتبع نظام غذائي كويس جدا يحميه، بدل ما يروح يصرف فلوسه في المنشطات ممكن يتناول الاغذيه والحاجات اللي هتفيده في هيجيب الموضوع ده. بفلوس المنشطات اكل. اكل ايوه صحي. زي الطلبه اللي بيقولوا، اللي بيبقوا مقبلين على امتحانات الثانويه العامه اللي هي ثالثه ثانوي، يقولوا لا احنا هناخد، بيتجهوا لاخذ العقاقير المخدره علشان يحاولوا ان هم يطبقوا يوم او وكده يومين هركز اكتر زياده بقى لما علشان اخد ال يركزوا اكتر. فبالتالي لا، ده بتيجي بالسلب عليهم خالص، مش بالايجاب. مش عايز تذاكر، المفروض ان هم يصحوا بدري، يصحوا بدري، يفطروا، يذاكروا، يبدأوا يمارسوا يومهم، لكن ما يعملوش كده، كده غلط. طب انا حد عرفت ان المنشطات دي غلط عليا وجيت وقفتها مره واحده، طب ما اكيد هتسبب لي ضرر برضو منها. هتعمل اعراض انسحابيه، دخول في نوبات اكتئاب، بيفكر وارهاق ان هو دايما وعدم ينتحر، قدره على الحركه. بيفكر ان هو ينتحر، ممكن يكون عنيف ضد اللي حواليه، ما يبقاش عارف ايه السبب فيضطر ان هو يرجع ليها تاني، فممكن تؤدي اصلا ان هو يروح ينتحر او يجيله تلف كلوي او يجيله سرطان. نيجي بقى لنقطة ان انا بسمع حد انا واثقة فيه، هو جرب الدواء ده انا هاخده، هو جرب العلاج ده انا هاخده، محدش يقول لا انا صاحبتي قالت لي لا ده الدواء ده حلو جدا لشعري، حلو جدا، خدي بس البرشامة دي كل يوم بالليل وشعرك هيطول. ايوه، او واحده جالها دور سخونيه مثلا، تروح تسال جارتها إيه ده انا عندي دور سخونيه، ده انا عندي دور برد، توصفي لي حاجه. هي بقى جارتها دكتورة الدكتوره بتاعت العماره. دكتورة ايوه العمر. دكتوره العماره. لا، روحي خدي البرشام نوعه كذا من الصيدليه، هاتيه وخديه وهتبقي تمام فل. تيجي هي بعدها يجي لها اعراض هي ما تعرفش اصلا جات لها منين، ده بسبب ان هي ما استشارتش الطبيب. يعني يا ريت قبل ما ناخد اي ادويه او قبل ما نتبع الخطوه دي نستشير الطبيب الاول قبل ما نقدم على اي حاجه من دي. تجربتنا مش زي تجربة غيرنا، ممكن أنا حسيت بالأعراض دوخة، صداع، ممكن يكون عندي برد، شخص تاني ممكن يحس بالأعراض دي يكون عنده كورونا، أو ممكن يكون عنده بداية جلطة أو سكتة قلبية أو أي مرض تاني. مش شرط إن الأعراض دي، ده الأعراض بتاعت الجلطة بتختلف في الشخص ذات نفسه لو اتعرض لها قبل كده. فما ناخدش أي حاجة، ما نسمعش كلام أي حد، مش يقولك اسأل مجرب ولا تسألش طبيب، لأ اسأل الطبيب في الفترة دي. المناعة محتاجة ان هي تقوى، بس مش بدرجة كبيرة، لأن تقوية المناعة زيادة عن اللزوم بتأدي للضعف وللهلاك برضه. ممكن تسبب سرطان، لأن خلايا المناعة هتهاجم الخلايا السليمة في الجسم. ايوه، وكتر المضادات الحيويه برضو، المضادات الحيويه لما بتكتر فيها دي اساسا بتقوي المناعه. يعني مش كتر المناعه وحش برضو، لانها بتاكل الخلايا اللي في الجسم، بتاكل باقي الخلايا اللي في الجسم، هي مش كويسه. مش كل حاجه تاخد مضاد حيوي، مش كل حاجه تاخد حاجات ملهاش لازمه. يعني حاول ان انتوا تقاوموا نفسكم بالحاجات الطبيعيه، الاعشاب، الحاجات دي. الاعشاب زي الزنجبيل، النعناع، في كمان ممكن تحط على الاكل كركم وممكن برضو بدل ما بيفيد، ياخدوا فيتامين سي اللي هو القراص او برتقال، الحبوب دي، ليمون، ممكن برتقان، ليمون، جزر، الحاجات دي، اي الحاجات اللي فيها فوائد عموما، يعني الخضار والفاكهة. ممكن يشرب اصلا لبن الصبح ويقوم يمشي المشي لمدة ساعة على الاقل، لو ما انتش في مقدرتك ان انت تروح الجيم او تروح تدريب او تتابع مع دكتور في نقطة تغذية. الجيم دي، في ناس كتير بتروح الجيم وتاخد مكملات غذائية عشان تقوي هرموناتها، انا عايزة اكبر العضلة دي، انا عايزة اعمل الشكل اللي في دماغي، من غير ما يستشير الطبيب. ما هو ده اكبر غلط طبعا. لا، ما هم بعد بيعملوا كده بياخدوا الحبوب او بياخدوا المنشطات اللي بتخليهم يوصلوا للمرحله دي، وبتعمل لهم اللي هم عايزينه وكل حاجه، بس في الاخر بتيجي بتعود بالسلب عليهم، بتعمل سكته دماغيه، بتعمل سكته قلبيه، جلطات، تصلب شرايين، الحاجات دي كلها، وبتؤدي في الاخر للموت. يعني كلنا سمعنا الفتره الاخيره، والسوشيال ميديا طبعا كان بيتكلم عن الموضوع ده، الموت الفجأة عند الشباب، الموت المفاجئ عند الشباب. يعني شاب سنه 25 سنة 24 سنة نايم كويس، ده كان عندي النهاردة، ده صاحبي، ده زميلي كان عندي النهاردة، كان قاعد معايا، زميلي كان قاعد معايا، وفجأة أصحى الصبح ألاقيهم بيقولوا إن هو توفى. يعني بتجيله صدمة، طب هو توفى إزاي؟ لازم برضو نعرف الحاجات اللي هي بتأدي للحاجة دي. يعني كل حاجة لها سبب، بيقول تعددت الأسباب والموت واحد. طبعا المقولة دي معروفة عند الشعب كله.
وكمان الحزن، الحزن او الزعل الزياده ممكن يسبب لك جلطه. في بنت خرجت على السوشيال ميديا وقالت انا نمت وانا عندي حزن شديد جدا، قامت الصبح لقت عندها جلطه في عينها، بتقول لك انا بقيت اخاف ان انا انام خوفا على عيني التانيه. يعني مفيش اي حاجه تستاهل الزعل، مش مثلا سبت الشغل او اترفدت من الشغل، لا انا دي نهايه العالم، مفيش شغل تاني، مديري خلاص شايفني فاشل فانا فاشل في بقيه حياتي. نهايتك برضو تقول لك الثانويه العامه، الضغوطات النفسيه من الاهل برضو بعد كل سنه ثانويه عامه لما بتخلص في شباب كتير بتنتحر بسبب النتيجه، برضو ده ضغوطات الاهل ليها جانب في ده. الاهل هيعملوا ايه لما ابنهم مثلا يجيب 50%؟ الاستاذ الكبير احمد حلمي فشل في الثانويه العامه 3 سنين جاب 0%، ولما نجح جاب 50%. نشوف هو وصل لايه الوقت. نيوتن لما اتطرد من المدرسه اكتشف قانون الجاذبيه، مش شرط ان انت فشلت في المدرسه يبقى دي نهايه العالم، لا كل المجالات مهمه. التعليم الفني مهم، الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم جدا بالتعليم الفني، هل لو هو ما كانش ليه لازمه كان اهتم بيه؟ ما كانش اصلا هيبقى ليه مدرسه. بالظبط. الدكتور ما يقدرش يعمل اي حاجه من غير الممرضه اللي تحت ايده، ما يقدرش يعمل اي حاجه من غير دكتور الاشعه دكتور التحاليل، ما يقدرش يوصف الدواء برضه غير بالصيدلي. كل المجالات كل مهمه، كل شخص ليه مكان في المجتمع مهما كانت مهنته. المهنه مش الكليه دي، انا دخلت محاماه، لا دخلت طب بشري، مفيش كليات قمه وكليات قاع، كل الكليات مهمة، كل المجالات بتكمل بعض، المجال ده بيكمل المجال ده بيكمل المجال ده. لو كان في مجال منهم مش كويس او ملوش لازمة ما كانش بقى في كلية ليه او بقى في مدرسة. هو في الاخر، في الاخر كل واحد يعني برضو الضغوطات النفسية اللي احنا عايزين نوصله ان برضو الضغوطات النفسية بتبقى من الاهل من العيلة نفسها على الواحد، ده سبب كافي ان هو يصحى ما يقومش تاني. يا جماعة يعني كونوا يعني رفقا باولادكم، رفقا باولادكم. الثانوية العامة مش نهاية المطاف خالص، لا بعد كده ممكن يدخل كلية مش كلية قمة بس يثبت نفسه فيها، ممكن يطلع دكتور فيها، مش نهاية المطاف. هي الثانوية العامة مش نهاية المطاف، فيا ريت برضو نخلي بالنا. وكمان برضو الحزن اللي هو للبنات، لا انت ما تخرجيش، لا ما تروحيش، اتخطبت خطيبها سابها، العيب فيكي، يبدأوا يضغطوا عليها انت السبب، انت مش كويسة، انت اللي خليتيه يسيبك. او المطلقة، المطلقة يقول دي نهاية العالم بالنسبة للمجتمع الشرقي ان واحدة تكون مطلقة. ليه مطلقة؟ تفكير غلط، تفكير غلط جدا. هي إنسانة فشلت في الموضوع ده، ليه ما يكونش الغلط منه؟ يعني فيها إما تكون مطلقة ترجع لك مطلقة ولا يقتلها. يعني حصلت في البحيرة إن هو واحد قتل مراته وابنه، ترجع لك بابنها وهي سليمة ولا تعيش معاه وترجع لك ميتة؟ مش لازم تضغطوا عليهم، انا بنتي اتطلقت بنتي فاشلة، يقعدوا يبكتوا فيها وانتي معرفتيش تنجحي في حياتك، انتي مفيش حد يتجوزك تاني. لا اخرجي شوفي ناس، شوفي اصحابك، مجال الشغل ممكن تشتغلي. مش معنى ان انت مطلقه معنى ان انا فشلت في الثانويه العامه، معنى ان في سبت الشغل، اي حاجه من دي، دي مش نهايه العالم. 2020 دي تدل ان مفيش اي حاجه انت ممكن تتوقعها ممكن تحصل، لا في حاجات تانية ممكن تيجي. ان شاء الله السنه الجديده تكون سنه خير علينا. نقطه الاهل دي برضو بتودينا نقطه تانية، ان الشباب بيهربوا ساعات من اهلهم في الادمان والمخدرات. ده طبعا بيهربوا من اهلهم في الادمان والمخدرات، ده برضو بسبب الضغوطات النفسيه اللي احنا كنا لسه هي بنتكلم من فيها، بسبب الأهل ان برضو. الشاب برضو ومن الضغوطات النفسيه على الشخص او على الشاب ان هو يكون لسه متخرج وعايز يروح يخطب عايز يتجوز، برضو الاهالي بتبقى مكلفه جدا. يعني ابو البنت انا عايز وعايز 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 ويقعد يعدله في حاجات كتير، فالولد هيعمل ايه؟ يعني هيسرق هيعمل ايه؟ فهو يعني بياخد اسهل طريق اللي هو بيهرب من مشاكله او بيهرب من الواقع في ان هو بيسلك طريق المخدرات، يعني بتعاطى المخدرات بيقول انا بتعاطى هنسى، مع انه بيأذي نفسه بيضر صحته، والصحة اهم حاجة في حياتنا. بالظبط كده، هو يعني المفروض كل شخص والاهالي برضو يكون في رقابه، يكون في رقابه شديده على الـ على الـ على الشباب، ومش اي حاجه تنطلب يعني فلوس وكده، لان هم بياخدوا الفلوس دي بيروحوا طبعا يشتروا بيها الحاجات دي، الهم ده كله. وبرضو مش اي حاجه، يعني انا راقب ابني في حدود ان انا ما اتحداش على حريته الشخصيه. بس في شباب كتير بتستغل الحريه الشخصيه دي بطريقه غلط. انا راقبه، انا راقبه لكن اخليه صاحبي،
اخلي بنتي صاحبتي، اخلي ابني صاحبي يجي يحكي لي، انما انا همنع عنك المصروف واحس ان انا في دايره مغلقه، ده بيراقبني وده بيراقبني وده بيراقبني وده بيراقبني، انا هخاف ان انا اجي اقول لك على حاجه لان هيبقى في عقاب اكيد. انما ابني غلط اطبطب عليه، معلش افهم اسبابه. في ناس كتير مش بتتبع الاسلوب ده، يعني بتقولك مثلا لا انا اختي انا جارتي لا مش بتراقب عيالها، وعيالها متربيين كويس وبيعملوا كل حاجه وبيسمعوا كلامها. هي شايفه ان هم متربيين كويس، هي تعرف هم بيعملوا ايه من وراها؟ متعرفش طبعا ان هي بتعمل ايه. وعلى حسب اللي بتحكي لكل ام وهي بتنفذ ده مع عيالها. مفيش حد بيقول ابني وحش، كله بيقول انا ابني كويس، ده حتى لو هو فاشل وصايع لا ده انا ابني فوق الكل، ابني فوق الجميع، انا ابني ده طالع بالسما، مع ان هو ممكن يكون صايع وبيشرب مخدرات انا عارف، بس ابني حاجة عليه. فشلت في الثانويه العامه ما فيهاش حاجه، هتستفاد ايه لما تروح تنتحر؟ هتقعد تقول له انت فاشل، شوف ابن خالتك جاب كام، شوف ابن عمتك جاب كام، انت هتفضل طول عمرك كده؟ راح انتحر، استفدت ايه لما انت ضغطت على ابنك لدرجه ان هو راح انتحر؟ مات كافر. انت عملت ايه الوقت بالثانويه العامه؟ عملت ايه بالشغل اللي انت لسه هتروح تدور عليه؟ واكتئبت وحزنت على كل ده. مش شرط، مش كل حاجة نقول نهاية العالم نهاية المطاف، كل حاجة وليها ميعادها وليها أوانها. راحت حاجة أكيد ربنا بيسبب الأسباب، له حكمة في كده، لو دامت لغيرك ما كانتش وصلت ليك. وبرده السمنة المفرطة واتباع الرجيم القاسي، يعني السمنة المفرطة برضو من الأسباب اللي بتسبب هو السكتات، نفسي عن الأكل طول اليوم. لا السمنة المفرطة دي اللي من الأسباب اللي بتسبب برضو السكتات القلبية، تصلب الشرايين، يعني المفروض برضو يعني لا كده ولا كده، عايزه تعملي رجيم اعملي رجيم طبيعي. في ناس لكن كتير برضو اتباع الرجيم نظام رجيم من غير دكتور تغذيه اصلا. ايوه، والرجيم القاسي برضو يعني اتباع نظام الرجيم ان هي عايزه تخس او عايزه توصل لوزن معين في وقت مناسب، ده برضو غلط. ده بتتبع بتعمل رجيم قاسي، يعني بتفضل طول اليوم ما بتاكلش وتيجي بتاخد اللي هي العقاقير، العقاقير تنزيل الوزن، وبتيجي بعدها يعني بتدخل بقى في مرحلة هبوط في الدورة الدموية، هبوط في الضغط، وفي الآخر بتأدي برضو للوفاة. هما بيراعوا مثلا الشكل، بس الشكل مش كل حاجة، يعني مثلا أراعي الفنانة فلانة أو عارضة الأزياء، خصوصي عارضات الأزياء جدا بيعملوا رجيم قاسي جدا، هما بيفضلوا طول اليوم يشربوا مية بس، مية يا ريت مية، يعني ممنوع الأكل ده، رجيم قاسي عندهم بيسبب اكتئاب عندهم حد جدا. فالناس بتشوف بقى ده، تشوفي شكلها، شكلها كويس جدا عايزه ابقى زيها. طب دول مثلا في منهم بيروح يعمل عمليه تجميل، انا ليه اقارن مراتي او اختي او ايا يكن اقارنها بواحده؟ ساعات بتقلب عمليات التجميل ضدهم اصلا وشكلهم بتدمرهم. ليه اقارن دي بدي؟ طالما هتقارن دي بدي يبقى توفر لها نفس الامكانيات اللي متوفره لدي، اوفر لها فلوسها ان هي تروح تعمل بوتوكس، تروح تعمل شفط دهون، تروح تعمل كل الحاجات دي، انما مش قاعده بكت فيها واحزنها على نفسها وهي بتقف في درجه حراره عاليه جدا في المطبخ عشان تطبخ له الاكل. ده حسب تفكير الراجل بقى. وبرده في نهايه المطاف برده بينا ان احنا برده عايزين نوصل لكم فكره ان يعني احنا بنوصل لكم دلوقتي الفكره ان انتوا تعرفوا من ليه الموت المفاجئ او دي اسبابه، هو ليه بيحصل. عايزين نوصل لكم فكره ان انتوا ليه بتصحوا الصبح صاحبكم بيكون معاكم بالليل، تصحوا الصبح تسمعوا ان هو توفى. جدا عايزين نوصل لكم الفكره دي، عايزين نوصل لكم فكره ان مش كل حاجه في الدنيا، مش كل حاجه في الدنيا نهايه المطاف برده. اتفضلي يا كملي. الرياضه شيء مهم جدا والاكل الصحي مهم جدا، زي انا ما بحبش الخضروات، ما بحبش الفاكهه، لا دي برده بتزود نسبه الفيتامينات في جسمنا وضروري ناكلها زي اكلات تانية كتير. ممكن لا ما بيحبش ياكل الفاكهه يشرب عصاير، يعني في ناس بتفضل ان هي ما تاكلش فاكهه بس بتحب تشرب عصاير، يعني بتاخدها على هيئه عصير. في ناس ما بتحبش العصير فبتاخدها على بتاكله فاكهه كفواكه. الخضار نفس الموضوع، او ممكن تعمله في صوره اشكال معينه للطفل عشان يحبه، مثلا بيقول له الفنان فلان، زي مثلا في اعلان جه عشان الجزر والحاجات دي، فده ممكن برضو يكون كويس. انت هتاكل عشان تنمو وتكبر
وتبقى كويس جدا عشان صحتك. ايوه فعلا، واتمنى موضوع حلقتنا النهارده يكون عجبكم، ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم النيل اليوم.